كان عندنا العرض ديال المذكرات الترافعيه اللي اعددتها منظمه النساء الاتحاديات في اطار يعني التفاتها لوضعيه النساء المغربيات بالجبل. هؤلاء النساء اللي كيعانيوا من الحيف، كيعانيوا من مشاكل اللي مرتبطه اساسا بالمنطقه ديال اللي كيتواجدوا فيها، بالعوامل البيئيه واللي كتخلي الكثير من الحقوق يتم هدرها، بما في ذلك الحق في الصحه، الحق في التقاضي والولوج الى عداله، الحقوق السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه. كنعرفوا هذا الشيء بان بشكل واضح في زلزال الحوز، ذكرنا بهذيك الوضعيه الهشه اللي كيعيشوها نساء الجبل. كنقولوا بانه ساكنه الجبل كلها عندها هذا المشكل، ولكن حنا كنستحضروا حقوق النساء اولا بصفتنا كمنظمه نساء اتحاديات، وكذلك باستحضار الخصوصيه اللي كتعرفها هاد النساء في تلك المنطقه، اللي واخا كيديروا مجهود وكينخرطوا في التعاونيات وكيحاولوا انهم يتواجدوا بما اوتينا من قوه، ولكن للاسف ما كايناش واحد الالتفاته، ما كايناش واحد الخصوصيه تستحضر. يعني على الاقل مثلا نعطي مثال فيما يتعلق بنقلهن للمستوصفات من اجل الولاده، ما كاينش واحد الاهتمام بهذا الاشكال او هذا العائق اللي كتفرزوا الطريق والبيئه الى غير ذلك من الامور. اشكاليه الولوج الى العداله ايضا، كتعرفوا بان الكثير من النساء في هذه المناطق كيسمحوا في الحق ديالهم لان ما عندهاش الامكانيه انها تنقل، وكنعرفوا الصعوبه يعني والوعره ديال الطريق انها تمشي بوحدها او انها تقلب على واحد القاضي مقيم في تلك المنطقه. هذه امور يجب ان نشتغل عليها جميعا كمجتمع. منظمه النساء اليوم كترفع هذا المشعل، نتمنى ان نوفق في اطار ما يمكن ان يكون من تشارك وتعاون بين باقي المنظمات والجمعيه المجتمع المدني. اسمحتي لي يا استاذه، ما تشوفوش انكم انتم مسؤولين على هذه الوضعيه كفاعلات حزبيات كاحزاب، مسؤولين على الوضعيه اللي وصلوا لها هاد النساء؟ مشيت 2023 عاد بانوا لكم هاد النساء. هاد السؤال هذا، واش انتم مسؤولين كاحزاب، واش انتم مسؤولين كنساء سياسيات على هذه الوضعيه؟ هاد الكلام هذا في حقيقه الجواب ديالو واضح، هو انه دائما كيخصنا نعرفوا بانه اللي مسؤول على اي سياسه عموميه على اي قوانين هو الحكومه. دونك ملي غادي توجه لي انا كحزب، انا حنا كمنظمه نساء اتحاديات اليوم متواجدين في هذه القاعه باش نعرضوا المذكره الترافعيه ديالنا، وبينا كيف اننا مستعدات للتنقل الى هذه المناطق من اجل التواصل مع هذه الفئه من النساء ديال منطقه الجبل. كيفاش غتحمل المسؤوليه وحنا اصلا في المعارضه؟ كيفاش غتحمل المسؤوليه وحنا ما عندناش هذه المسؤوليه اصلا؟ المسؤوليه اللي عندنا في اطار يعني الحزبي والحقوقي راه حنا كنقوموا بها اليوم، ويمكن اللي وصلنا له حنا من عدد الندوات ومن عدد اللقاءات راه ما يقدرش عليه شي حد اخر. زعما كاينه ماشي، واش ما كيبانش لكم انكم تعطلتوا شويه يعني؟ هذا تفكير، هذا خطاب او سؤال اللي نقدر نقول اللي وصلنا للعدميه. الحمد لله نحن متواجدات اليوم من اجل عرض هذه المذكره الترافعيه، ما يمكنناش نهضروا بالخطاب اللي هو سلبي. الخطاب السلبي ما عمره كيعطي نتائج، خصنا نكونوا ايجابيات وايجابيين. المغاربه الحمد لله بينوا على واحد العلو كعب في المحطه ديال الزلزال، وبينا للعالم كله بان المنطق ديال التضامن لا زال يسكن وجداننا، وحنا اليوم الحمد لله ما نسيناش، دازت شهور وما نسيناش ومتواجدين. دونك الله يخليك، الخطاب العدمي والخطاب اللي هو سلبي لا يليق بهذه المحطات.